عمري 85 سنة، الجندول عمره 55 سنة، اللي متزوج 45 سنة ومقابلة الخمسة دقيقة، كله ضبطوا على الخمسة. بما أني بحب التجارة تركت المدرسة بنصف البريفي، توظفت بجوني بمكتب، كنت كنس المكتب وقت اهتم بالتنظيفه، ورد على التليفونات. عدت فيه 3 سنين، بحب التقدم، توظفت بالدولة بوزارة الهاتف، كان في تضخم موظفين بالدولة، أصدر مرسوم كل من يحب يستقيل بيقبض تعويض وفوائد. قدمت استقالتي بعد مرور 9 سنوات، بحب التجارة، برمت على محل أي صنف افتحوا في باله، وقع نصيبي على محل يسمى الجندول، يتعاطى تجارة الحلويات والمأكولات. أي سنة؟ 1956. كان موقع المحل بآخر شارع برليز تجاه مدخل سكنت الحلو. بعد مرور 5 سنوات زارني مهندس بلدية بيروت جابرييل شار برفقة مهندس منظم العالمي، مهندس عالمي منظم المدن اسمه إيكو شار، حضروا لتذوق طيبة الجاتو فسحة أمام المحل، وقفوا ودعوني إني أشوف معهم إلى الشارع اللي هو اليوم كورنيش بازار، شارع قديم ضيق صوب بيرو وشوق وتين، محلية الجندول القائمة حاليا. استخدمت صنفين اشتهروا في لبنان وهم عايش السرايا وغير بقالة جاتو فورنوار. الطموح ما له حدود، اني حققت طموحي.